حبيت نقول على حوادث الخبز. مشات الناس في كما قالوا الاخوين اللي سابقيني في مسيره سلميه مطالبين بانخفاض في سعر الخبز. اذ خرج السيد المعتمد بالمقرونه هو رئيس الشعبه، اول ما بدي بالكرتوش عند مقرونه، ضرب المراه يامنه السلامي على بطنها بالكرتوش، بعد تالي ضرب طفل بالكرتوش الاخرى عمره 6 سنين، وعطيه الاشاره للشرطه والحرس فوق السطح من فوق، طاح يضربوا بالكرتوش، طيحوا منا من الشباب تقريب 20 واحد، وقلت له 3 وفض عليهم الكرتوش طلبوا التعزيز. شاملوا منها ولدي توفى والاخرين ذري ولد عمي. طلبوا من السيد المعتمد باش يعطيهم الامبيلانس يلزم السواق للسبيطار، لا قال من هز حتى واحد، الناس كلها تقعد هنا. ولا مشى ولد عمي دبروا كهربا كات باشي ركب فيه ولدي وهزك المجريح، مات له واحد في طريق ولا الطاهر. وصلوا سبيطار جبينيانا مات الثاني. سبيطار جبينيانا قال لا ما نقبلهمش، انا اذن تليفون ما نقبلوش المجريح، تعدى بهم لصفاقس. في صفاقس كمل مات ولدي الاخر. ما فريتنا في الدار كان جوني 25 جندي. شبيه انا ارهابي من جيت من عندي سلاح عندي كرتوش، ما عندنا حتى شيء. راه بعد ما صارت المظاهره المواطنين من الغش ضربوا كسروا باب البلار تاع باب المعتمديه، ما ثم حتى شيء اخر، لا حرقوا لا خلوا احوانت لا عملوا حتى شيء، وكلت بعض على كل باب تاع البلار. جوني 25 جندي سرقلوني. اش بيكم؟ قال لي ولدك توفى. الله يرحمه. اسمعنا العياز هذا الاخر توفى ولد عمي. قعد الجندي بسركه قال لي راهم يدخل لك حتى حد هنا، يجيك حتى حد من اهلك. قلت له خويا اللي تعملوا الله يبارك، ما خرجناش على الموضوع، اللي تعملوا الله يبارك. شعلوا الضوء في الليل، يجي الجندي باب الحوش بتاع حديد يبدا يضرب فيه بالمكحله طاف طاف. اخويا ايش بيك؟ يقول لي ممنوع الضوء، اطفى الضوء. الله يبارك، على طاعتكم نطفى الضوء. وقعدوا معذبيني، الصباح يجوني والعشي يجوني سرقلوني. نخرج حشاكم نقعد قدام الدار، عندي حجرة كبيرة نقعد عليها، يجوا يعسوا علي، ثماش واحد من يجيني يعزيني ممنوع، يجيني يضربني على راسي هنا بالمكحل طاف طاف. نقول له شبيك خوي لاباس؟ يقول لي ناليوتنا فلان خوي، لا ما نعرفش الاسم نسيت. شبيك خوي؟ يقول لي ادخل باحترام وسكر باب الحوش. يا خويا ياسر علي هرين قاعد البرا شم في شويه هو، لا يقول لي قلت لك ادخل الداخل وسكر باب الحوش وما تقبل حد هنا. الله يبارك، ندخل ونسكر باب الحوش. هذا الكل صار فيا، والجيش قعد معي تقريب 25 يوم. مشوا اهلي ولاد عمي لصفاقس يطالبوا في السبيطار باش يعطيهم الجثث، قال له راه جانا امر من السيد الوالي ما نعطوش الجثث. حاولوا نهار من النهارات ما لقوهمش في السبيطار. فين؟ قالوا هزيناهم من جبانة البدراني. مشاو لجبانة البدراني ما عرفوهمش. جاو الاهالي اكل يسكنوا بحد الجبان، قالوا راه وجيه الساعتين نتاع الليل الجيش وجاب 9 من حوادث الخبز دفنهم هنا وروح الجيش. عجب، كيفاش نعملوا؟ شو الحل؟ مش نعرف. بروا للمعتمدية، مشاو للمعتمدية كل حد ياخذ ينيمرو، هون الحشاكم القبر الفلاني نيمرو كذا وكذا، هذاك فلان بن فلان، يعلم الله هو ولا خاطي. التو لحد الان ما باش يعطوهم لنا، والتو مسجلين في القائمه السوداء قدام الشرطه، ما عنديش حتى حقوق نتمتع بها، يظلمني حتى واحد ما عنديش حق، والامورنا الكل كاني مجرم، كان احنا اللي قتلنا، واحنا ما قتلناش، احنا تو يعتبرونا مجرمين، احداث الخبز من أسوأ الناس من الخايبين. اي عام 87 فوتكم بالحديد، عام 87 جي الزين فرحت. بعثت لجواب قلت له يا اخوي عملوا فيا وعملوا فيا ورام الشرطة عاملين فيا وكذا. ما فريت، كان جاتني كربت الشرطة هزتني. قال لي الجواب هذا نتاعك، بعثت للزين. قلت له نتاعي شبيه؟ قال لي ما للزين راهو بعث فيك منشور، قال لك 6 شهور حبس. ليه؟ قال لي على خاطر قلت عندي شهيد خبز. يا اخوي كيفاش نعمل؟ هاو محمد عوادة رئيس المركز ولا اسمه محمد المواعدي، مواعدة،
قال لي تعرف كيفاش كي نعملوا لك التزام وتصحح لنا ما عادش تقول عندي ولدي شهيه وخبز. قلت له صح. وقال لي ما عادش تاخذ بطاقه الحزب التجمع. قلت له ما عادش ناخذ، هذا امر سهل الله يبارك. قال لي الله يبارك، كتبوا لي عاد الورقه التزام. صحت لهم لا نقول عندي ولدي شهيد في الخبزه ولا ناخذ ورقه التجمع. وما قعدوا ضيقوا فيا على ايش بيجي. اي والله العظيم مشيت خذيت كبوت من السوق اخضر. اي سيدي انا نمشي في الكياس فريت كرت الشرطه عرضتني حبس راح جاي. قال لي مشيت شويك لباس. قال لي شنو اللابسه؟ قلت له كبوت. شنو اللابسه؟ قال لي كبوت اول لون اخضر. قلت له لون اخضر ايش نعمل؟ ما هو دفيني. لا قال لي هذا كبوت اللون الاخضر تابع الجيش. قلت له ايش نعمل له اللون الاخضر تابع الجيش؟ قال لي انت تحب الجيش؟ قلت له يعلم الله قلبي يقول لك نحب الجيش ولا ما نحبش يعلم الله. يا ودي قلت له بالله حتى تو كبوت ولا تبحثوا فيه عليه؟ اي قال لي برا نروح برا نروح. وقعدوا يتبعوا فيه. اي تصوروش عام 2017، خلي من 2007 وخلي من 2012 و2013 جوني للدار يفركسوا فيه. هاي قال لي والله حتى بيت البارون دخله يفرقسوا. قال لي عندك شديار مسكرين هات الفتيح فرقسوا. ايش ثم اخوي؟ قال لي ما عندك شيء في الدار؟ قلت له اخوي انا ما عندي حتى شيء. يا اخوي قول لي ايش ثم ايش ثم؟ هاي قال لي برا ارقد راح. قال برا ارقد راح. يا ودي ايش ثم تجيبين خمسه عوايج جايين يفرقسوا فيها في الدار ايش ثم؟ قال لي لا برا ارقد راح برا ارقد راح ما ثم حتى شيء. والله يا جماعه 2017 تحايلوا علي ما نحبش نمشي للمركز الشرطه باش نشكي لهم. تحايلوا علي يا جماعه. قلت ما نشكيش للشرطه. مشيت عملت محامي. محامي قدم قضيه للمحكمه. المحكمه رجعتها للشرطه. شوف الزهر نتاعي متين رجعوا للشرطه. رجعوا للشرطه في 20 جويليه. في 20 جويليه مشيت ابحثت ناي وجماعه اللي تحايلوا علي. تبعت نمشي للمحامي. يا اخوي كيف 200 نزلت؟ يا اخوي 200 كيف وكذا وفلوسي وكذا. قال لي ما نقول لك الحقيقه راي الشرطه مركده الدوسي. ليه؟ قال لي برا مشي لرئيس المركز وعمل معه حل. انا واحد قلت والله لا نمشي لرئيس المركز كي دورني وتالبحث يرد علينا ولا نا تحايلت ما باش نمشي له. كتبت جواب وبعثت له كل الجمهوريه يمكن في 15 ديسمبر 20 ديسمبر 2017 بعد 6 شهور يا ناس بعد 6 شهور. واشتمت الشرطه واشتمت الحاكم ودخلت بعدي قلت حياه ولا موت. ولي رئيس وكيل الجمهوريه بعث لهم بعثوها يمكن في 25 ولا 26 ديسمبر بعد 6 شهور باش بعثوها للمحكمه. نولي زيد نعمل محاميه اخرى في صفاقس. عملت واحده منا واحده من زوز محامين. ويا بابا الله باش تتعين الجلسه ولا ما تتعينش خاطر التقرير الشرطي على ماناش كاتبين فيه. احنا نطالبوا اليوم يا خويا احنا حداد الخبز رانا ماناش مجرمين. راهو تكلمنا على الواقع مصلحه الخبز للناس الكل. قلنا يا خويا تعمل مزيه خبزنا بالخبز وقتلوا لنا اولادنا وباقي مطلوبين ل 2017 حطينا بالقائمه السوداء. نطلبوا تعمل مزيه بالخصنا في عقاب عمري خلونا في حاله استراحه واعطونا حقوقنا مع الامن معاش ناخذوا حقوقنا. اعطونا حقوقنا معاش الامن يقعد يضيق فينا. اذا يضيق فينا علاش ايش عملنا؟ ايش ما عملنا حتى شيء. ها قلت لك 2013 جاوا فرقسوا الدار الكامل ما لقاو شيء عندي. علاش تفرقسوا فيها؟ ما باش يقولوا لي علاش؟ ايش باش نعمل؟ يعرضوني في الكياس ساعة ساعة الشرطة. نمشي لأمي الله يرحمها بعيدة علي يمكن كيلومتر ولا كيلومتر نص باش نطل على أمي. من فرقة تعرضي كرت الشرطة يعمل فينا الراح جاي الراح جاي. ها نعم تفضل. فين كنت؟ كنت عند أمي. الواه مشي لأمك. أمي ما نمشيلهاش ولدي أنت ما تمشيش لأمك؟ قولي لا ما تمشيش. وش كل مشيت آخر؟ ودي ولا مشيت حتى الواحد؟ ما مشيش البيت هكا ولا هكا ودي ولا لا تبيت حتى بيت مشيت عقد أمي طليت عليها قعدت معها مشوار. وجيت قال له رد بالك على روحك رد بالك على روحك برا على روحك. يعني تهديد ومنمرين جماعة انتفاضة الخبز عليه نمر فينا. طب والله يفهموني علاش أنا جاي الطالب عطونا شوي حرية. هل أمن يختارنا شوي ولا غلوذية متاع عهد الزين اللي ومتاع عهد برقيبة جماعة قدم الشرطة قدم راه مش يخلوا البيوت. والله كانت تصير ثورة ويعطوهم السلاح والكرتوش يا البوليسية لما يحطوا هم قلوبهم فينا لما يقتلوها العباد الكل. ومطالب زاد ما يعطوا همش تعلم زي سلاح يزينا من سلاح يزينا من سلاح. هاك العام صارت زاد ثورة أخرى في الليسي. أول ما مشيت نجري خايف على الذري
مشيت نجري يا اخويا، مش اهرب من البوليسي يا اخويا، تعلم زي ما تضربوش بالكرتوش يا اخويا، برا روح ما تخافش، برا ولدك ما تضربوش، برا روح ما تخافش ولدك ما تضربوش يا اخويا. قلت لي لا ولدك المش الثاني يقرا في البوليسي، والله مشيت لهم هكا ونقرق به نعرف صارت حالته، نعرف انت عاود البوليسي بداوا يتعيطوا، حتى اخويا نطالبوا الحمايه تحمينا هيئه الحقيقه والكرامه من الامن، رانا نعيشوا انا محكم نروح نعيش في حاله غضب وحاله غش من الامن، تعالوا زي يقول لهم يكفوا علينا شوي، هذا اشتغل وحقوقنا ما ناخذوهاش. قلت لك حتى تحيل صار لي الدوسي رقدوا ست شهور ومش سقدوا ولا مش قلت لكل جمهوري، يعني ما عندناش حقوق، اعطونا حقوقنا.